اكيد. عايزين نتكلم بقى عن مهرجان الموسيقى العربيه. انت رايك ايه في المهرجان السنه دي؟ رائع as usual يعني. كل سنه كان اجمل من السنه اللي قبلها. هالسنه كان مختلف قلت لك لانه كان اول مره يعني هالسنه كانه اول مره بطلع على مسرح مهرجان الموسيقى العربيه. نفس الشعور اللي راودني وقتها اول مره جيت على مهرجان الموسيقى العربية من 4 سنين. ليه؟ لأنه الجمهور مختلف، لأنه المنطقة مختلفة كليا يعني. اسكندرية غير القاهرة أكيد. بس كتنظيم أكثر من رائع. دائما بقول نفس الكلمة أنا وكل سنة بقولها، أنه مهرجان الموسيقى العربية هو حلم لأي فنان أكيد. يعني حلم أنه يوقف على هذا المسرح فنان جديد أو فنان عنده تاريخ كتير كبير. فبنظرها أنا من سنة لسنة، لأنه اليوم لما توقفي على هيك مسرح مع اوركسترا هالقد كبيره مع جمهور مختلف كليا طبعا بيكون في طابع خاص. هيدا اي فنان حقيقي عم بحكي، فنان بيحب الموسيقى وبيحب الادب بهمه انه يحس هيدا الشعور اللي انا حسيته على كل سنه عم حسه تقريبا. ايه النصيحه اللي ممكن توجهها للقائمين على المهرجان؟ حاجه اضافه لو اتعملت السنه الجايه تبقى احلى. يعني بحس عملوا كل شيء تقريبا، والتنظيم اكثر من رائع، المسرح الديكور بشكل عالمي، بخصوصي وقت عملوا اوت دور، لو ما عملوه بالمسرح الخارجي يعني اكيد. ف هالسنه على فكره انا حضرت حفله كنت بالجمهور بالقاهره، حضرت صابر الرباعي محافظ الألقاب. انت بتحبه جدا انا عارف. اكيد. فلما تحضري من الجمهور غير لما تكوني واقفة على المسرح. سو أنا حبيت جرب هذا الشعور. أكيد. لما تكوني عم تشوفي المسرح والإضاءة والفرقة وراك كلها، أنت واقفة على المسرح ما بتشوفيهم. صح. بتشوفيهم لما تكوني قاعدة بالجمهور. أكيد. بتشوفي قديش في عظمة بهذا المسرح، وبتشوفي قديش في شغل كتير حلو يعني. نقدر نتوقع أن في حفلات قريبة بقى جاي لك في مصر، مش في اسكندرية بس، في كذا محافظة؟ أتمنى يعني إن شاء الله بإذن الله يعني. بعد حفلة اسكندرية إجانا أكثر من عرض، ان شاء الله يا رب اتمنى انه اكون موجود بشكل اكبر بمصر.